اللهم صلي على محمد عبدك الذي دعاك فاستجبت، وحولت القبلة لترضيه، ومن الأقصى رفعته، ودنا منك فقربته. يا رب، أرضك المقدسة تنتهك، ومسجدك الأقصى دسته أقدام الاحتلال، وعبادك ما قصروا، ولمسجدك تحملوا وعمروه وتجلدوا. يا رب، أنت القادر على أعدائك، والمهيمن على الأمور، والعليم بما في الصدور. فكم نصرت أولياءك، وكم هزمت أعداءك، وكم حميت بيوتك. يا رب، أمهلتهم فطغوا، وحلمت عليهم فطمعوا. اللهم اجدد على قلوبهم حتى لا تقبل لهم توبة، واربط على قلوبنا حتى نعان عليهم. يا رب، من لنا لو تركتنا؟ ومن ينقذنا إن غضبت علينا؟ ومن يأوينا إن طردتنا؟ يا رب، مقرين بضعفنا، ومقرين بتقصيرنا، ومقرين بأننا السبب، ونعلم أنك تعلم حالنا، ونثق بوعدك رغم طول همنا وخوفنا، ولا نستعجل نصرك. يا رب، ندعوك بقلوب حزينة، وأيادي ضعيفة، وخطوات هزيلة، وكلنا رجاء فيك. يا رب، لا تخزينا بهدم الأقصى، ولا تسلط علينا عدونا، واغفر الذنوب التي كبلتنا، وعصمنا من حب دنيا ملأت العيون والقلوب، فأضعفت الهمم وكسرت الإرادة، فانكسرت شوكتنا، ولكنك قادر على أن تحيي قلوب ماتت، وتوقظ الهم فينا، وتوحد صفنا، وتجمع شتاتنا، فنطهر المسجد بدماءنا، وندافع عنه برقابنا. يا رب، لنا رجال قلوبهم كالحديد، لم تهزمهم الأسلحة، ولم تخيفها السجون، باعوا الدنيا واشتروا الآخرة، فرفعوا رؤوسنا. يا رب، أنزل عليهم بنصرك وتأييدك، ولا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين، وثبت الأقدام عند اللقاء، وأنزل السكينة على القلوب، وتقبل شهيدهم، ووحد كلمتهم. يا رب، أيقظ أمة حبيبك محمد، حتى يكون الموت أحب إليهم من الحياة، فيحيوا حياة الكرام، ويموتوا موت الرجال. يا رب، أين عمر وخالد فينا؟ عجزنا أن ننجبهم فيحمونا. يا رب، أصلح قلوب المسلمين بحولك وقوتك، لتلد النساء رجال يجاهدون في سبيلك، فتحيا العز والكرامة فينا. يا رب، اجبر ضعفنا وقلة حيلتنا، وانصرنا برحمتك فليس لنا استطاعة. عجزنا عن نصر دينك، وعجزنا عن حمل الراية، فسقطت فغاصت الأقدام، وعشنا مذلولين ومقهورين ومستضعفين. يا رب، تداعت الأمم علينا، فاحمي أقصانا بقدرتك، فليس لنا حول ولا قوة، فانصر إخواننا ومدهم بمدد من عندك، وقوي عزائمهم، واصرف عنهم كيد عدوهم، واقذف الرعب في قلوب أعدائهم، ولا تمكن لعدوهم منهم. يا رب، أعدوا ما استطاعوا، وبكل قوتهم دافعوا. يا رب، بارك في قوتهم. اللهم إنا نجعلك في نحر الأعداء، ونعوذ بك من شرهم. اللهم اكف المسجد الأقصى بما شئت وكيف شئت، وصلي على محمد خير من جاهد وعاهد، ومن أجل نشر الدعوة تعانى، وفي سبيلك عاش ومات، فعاش كريما ومات كريما. ونصرته وأصحابه رغم قوة أعدائه، نصرته بحفاظه على كتابك، وعصمته لحسن توكله عليك، ونشرت دعوته لصبره عليها، وباركت في أمته بدعوته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه، وبلغه منا السلام والاعتذار.